ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. فيديو جديد، وفيديو النهارده هوريكم روتيني في تنظيف بشرتي. انا بقالي فتره اكتر من حوالي اسبوع ونص سايبه بشرتي يعني موسخه خالص، علشان اطلع اوريكم انا بنظفها ازاي. هعمل معاكم النهارده روتين اللي بعمله تقريبا كل اسبوع. الروتين بتاعنا هيشمل ان احنا هننضف وشنا تنظيف كويس جدا من الاعماق، كمان هنعمل ماسكات علشان نمتص اي زيوت او دهون في البشره، وكمان هننضف الرؤوس السوداء والبيضاء، ونعمل الماسكات تفتيح. هيكون روتين دلع ان شاء الله. فلو انتم مهتمين بالموضوع كملوا معايا الفيديو للاخر. انا خلاص عملت الاعدادات، فرفضت الطرحه شويه، فما تتريقوش بقى على شكلي. وكمان سرقه تيشرت من عند اخويا، عشان يعني لو بوظته او جه عليه اي حاجه مش مشكله، المهم ما نبوظش حاجتنا. وغسلت طبعا ايدي علشان هي اللي هستخدمها على وشي، فلازم تكون هي نظيفه. واول خطوه طبعا هنعملها هي خطوه الغسول. هستخدم الغسول ده من كلين اند كلير، اللي هو الغسول اللي باللبن. هاخد منه حبه كده صغننين، هفركهم الاول على ايدي كده، وبعد كده هبدا ان انا افرك على وشي كله كده. الغسول تغلغل وشي كله، وانا عماله يعني ادعك فيه عشان ينظف كويس جدا. هسيبه حوالي دقيقتين او ثلاثه، وبعد كده اروح اغسله وارجع لكم. وعلى فكره ممكن حد يقول لي ما فتحتيش مسام بشرتك بالبخار قبل الجلسه. انا ما بحبش الموضوع ده وما بفضلوش، لانه مع الوقت بيسيب يعني بيخلي المسام توسع وبيخليها مفتوحه طول الوقت، وانا طبعا بقلق من الموضوع ده. فانا اصلا ما بفتحش مسامي وبكتفي بالتنظيف الظاهري الخارجي ده. وده شكل بشرتي بعد ما غسلتها. بصوا انا هستخدم الفوطه اللي بنشف بيها وشي، بس هطبطب طبطبه بسيطه جدا جدا على وشي، بحيث ان انا هخلي وشي الندي يكون لسه فيه التريس بتاع الميه كده، علشان الاستبل جايه ما يكونش الوش ناشف قوي، بس برضو عشان ما يكونش مبلبل ويعجن معانا الدنيا. فانا بطبطب عليه طبطبه بسيطه. تاني خطوه بقى هي خطوه السكراب. دلوقتي هعمل سكراب لوشي ولشفايفي. انا كنت قلت لكم قبل كده ان انا مش من محبذي فكره السكراب، بس الحقيقه انه انا بعمله تقريبا بره كل شهر مثلا، وانا فعلا بقالي فتره طويله قوي ما عملتوش. ده السكراب بتاع ستاركي اللي بالتوت. بحب ستاركي جدا جدا جدا، لان هو فعلا سكراب خفيف قوي، ويعني هادي على الوش، ما بيلهبش الوش وحبوبه مش حد ابدا. هعمل هنا في منطقه الجبهه بالذات، عشان دي اكتر منطقه بتسمر من الشمس ومن النزول الصبح. طرحة في ذمة الله. هجيب كمان رقبتي معايا بقدر الامكان، ونبعد عن منطقة حوالين العين يا جماعة، اخرنا بس عند عظمة الخد اللي هي بنحط عليها الهايلايتر دي. طيب كده انا عملت سكراب لوشي، هسيبه شوية على وشي لان هو يعني فيه زي جل كده شوية، فبيرطب الوش كويس. دلوقتي عامل سكراب شفايف. دي علبة عندي كنت عاملة فيها سكراب شفايف في فيديو قبل كده، هسيبه لكم ديسكريبشن. انا كلي رغيت بقى، شكلي كوميدي قوي. عمري ما كنت اتخيل ان انا ممكن اطلع اعمل الحاجات دي، بس انا فعلا من الناس اللي بتتكسف قوي تبان قدام الناس وهي يعني بتعمل كده. بس اهو بقى دلوقتي خلاص ده شكلي وانا زومبي. انا كده عامله سكراب لوشي وسكراب لشفايفي، والاثنين فيهم نسبه ترطيب شويه. فانا هستنى دقيقتين ثلاثه كده، وبعد كده اروح اغسل وشي وارجع لكم. خلاص برضو غسلت وشي، نفس الفكره، هطبطب على وشي طبطبه بسيطه جدا علشان الماسك اللي هحطه بعد كده، لكن مش همسح قوي، مش هشد جامد. تالت خطوه بعد كده هي ماسك يكون فيه حاجه بتمتص زيوت الدهون بتاع البشره. انا هستخدم ماسك الطمي ده من بوبانا، والخطوه دي انا بحب اعملها دلوقتي علشان تكون قبل خطوه ان هو الواحد يشيل شعر وشه، يعني خطوه الشفره وكده، علشان لو في اي بثور او دهون عايزه تتحول لحبوب نلحقها بسرعه قبل ما تحصل يعني الجريمه البشعه دي وتنطر حبوب. وبرضو علشان لو في حبوب تبدا ان هي تنشف، علشان بعد كده لما تيجي تمشي عليها بالشفره ما تفتحهاش وما تعورهاش. فانا دلوقتي هاخد من ماسك الطمي ده وهبدا ان انا احط على اماكن التيزون كميه محترمه. اماكن التيزون اللي هي منطقه الجبهه هنا والمناخير وحوالين البق، هي دي اكتر اماكن بهتم بيها في حالة الدهون، علشان هي دي الأماكن اللي بتدهن عندي. لكن ممكن طبعا ناس تكون بشرتها دهنية، ففي الحالة دي هيهتموا بوشهم كله. حط الماسك كله على باقي وشي واجيلكم. ترى وده مش عايزاكم تتخضوا، ده بقى شكلي بعد ما حطيت الماسك. بصوا يعني شكلي مخيف جدا. هستنى برضو 10 دقايق او ربع ساعه بالكتير على الماسك ده، وبعدين هرجع لكم بيه بعد ما نشوف واوريكم انا ايه مغسله. بصوا هو ما عداش التلت ساعه ولا الربع ساعه، عدى بس 10 دقايق،
بس انا حاسه ان الماسك مسك كده على وشي، ولما بحط ايدي مش حاسه انه يعني انه لسه ما نشفش من اي مكان، فانا خلاص كده هغسله علشان انا ما بحبش اسيب ماسكات كتير على وشتي، فاروح اغسله برضو واجي خلاص الحمد لله غسلت وشي. برضو هطبطب كده على وشي عشان الميه ما تتغيروش. انا مرتاحه ازاي، وحاسه اصلا انتوا اكيد ملاحظين الفرق في بشرتي عن اول الفيديو، شايفين وشي فتح ونور ازاي. دلوقتي بقى هنيجي لخطوه ازاله الشعر بالشفره، ويصلح المعركه دي 4 حاجات: اول حاجه زيت زيتون، تاني حاجه الشفره بتاعتنا، تالت حاجه ملقاط، رابع حاجه الاسبول. هبدا ان انا هاخد بايدي كده نقطه واحده من الزيت وابدا ان انا افرد على وشي كله علشان بس يبقى يعني عامل مساعد كده للشفره وهي بتشيل، وبرضو عشان ما جرحش البشره وما اذيهاش. كده كميه كفايه قوي. انا بقى جبت الشفره وطبعا عقمتها وسبتها تنشف، وهبدا ان انا امشي على وشي زي تضاريس وشي. ما هي ماشيه بالظبط، همشي بالشفره يعني مثلا عند عظمه الخد دي همشي كده، هننزل زي الوش ما هو ماشي. نيجي عند حتة البق دي نعمل كده عشان نشد الجلد شوية للشفرة علشان برضو ما تعورناش. المفروض ان انا اشد الجلد بايدي بس انا ماسكة المراية فمش عارفة، فالمفروض تبقى المراية قدامي. طيب انا حاولت اثبت المراية قدامي ما نفعش، فهنكمل زي ما احنا. طبعا انا واخداها مكان مكان، يعني الخد الاول وبعد كده الدقن وبعد كده الخد التاني وبعد كده طلعت على الجبهة فوق. انت تقدري تمشي بالطريقة اللي تريحك، اهم حاجة تحافظي على وشك وانت ماشية. انا عايزة اوريكو اللي طالع في المنديل من الوش، شايفين؟ ومفروض ان احنا كده كمان منظفين وشنا وعاملين غسول وماسك وبتاع وصنفرة، فحقيقي الشفرة بتطلع بلاوي. بصوا بالنسبة للحواجب، انا بجيب السبولي وبمشي بيها الحاجب كده بظبط شكله الاول، اطلع على فوق وبشوف فين الزيادات وبلقطها بالملقاط، وكذلك برضو بنزل لتحت وبشوف فين الزيادات وبظبطها بالشفره. بس الحقيقه ان الكلام ده انا مش هعرف اعمله اون كاميرا علشان انا مش عارفه اثبت المرايه ومش عارفه اثبت الستاند، يعني ميكس كده مش هتفهموه قوي. فهقفل الكاميرا هعمل اظبط حواجبي واجي لكم تاني. طيب خلاص انا كده ظبطت حواجبي، كل الزياده فيها ظبطتها وخليتها بالشيب اللي انا متعود عليه ان انا يعني اخليها عليه. دلوقتي هيجي بقى وقت تنظيف البثور او اي دهون او رؤوس سودا في الوش. التنظيف بيكون عن طريق ماسك القناع او البيلوف ماسك. انا ده البيلوف ماسك بتاع ستاركي، انا ده لسه جايباه من امازون، جربته مره واحده بس ودي تاني مره هستخدمه معاكم بنفس فرشه الماسكات بتاعتي. وهاخد من البيلوف ماسك هضغط كده عشان يطلع من هنا، وهاخد دي وهوزع ماسك على وشي. كده انا حطيت الماسك على وشي كله. غالبا الفيديو النهارده هيكون برعايه الخضار، الماسكات الخضراء. انا لابسه اخضر وحطيت ماسكات كلها خضراء، فعامه يعني هستنى الماسك ينشف، هيقعد له برده بتاع حوالي ربع ساعه، وبعد كده هشيله قدامكم وهوريكم هو بيلوف ماسك ناشف شكله عامل ازاي. خلاص يا جماعه عدى حبه حلوين والماسك ناشف وبدا يشقق من هنا كده من حوالين البق. انا مش عارفه اتكلم بس انا هبدا اشيله من مكان متقشر. احنا بنشد فوق عشان ما يشدش الجلد معاه ويعمل ترهل طبعا وكده، بنشد على فوق احسن. في حتت في الجناب كده لسه ما نشفتش، ف هقوم بقى اغسل وشي واظبط كده الدنيا وارجع لكم تاني. خلاص غسلت وشي ونشفته، وعايزه اقول لكم ملمس الجلد ناعم جدا جدا، وانا حاسه ان مسام كده الهواء داخله وطالعه من وشي. ودلوقتي هنيجي لاخر خطوه، الماسك اللي فات اللي احنا عملناه ده المفروض ان انا وانا بنتفه كده بيطلع معايا الرؤوس السوداء والبيضة واي بثور هنا في المناخير. دلوقتي بقى المفروض هنيجي على خطوه الاخيره بقى اللي هي خطوه التفتيح والترطيب مع بعض، ودي دايما الخطوه اللي انا بحب بيها اقفل اي روتين انا بعمله في بشرتي مهما كان حجم الروتين اللي بعمله. لازم دايما
دايما بعمل الخطوه دي في الاخر، وهي خطوه ماسك النشا والشوفان. بعمل لهم حليب، بعملهم كده بخلطهم على بعض وبحط عليهم ميه سخنه، بينزلوا العصاره بتاعتهم بيبقى كانه الحليب بتاعهم، بجيب كبسوله شيت ماسك وانزلها فيهم، فالشيت ماسك يشرب طبعا الحليب ده، بعد كده بحطه على وشي. تعالوا معايا نروح المطبخ نحضر الماسك ده مع بعض. خلاص حضرنا الماسك اهو، وبصوا الشيت ماسك جوه خلاص اتفرد على اخره وشرب، يعني لما شبع من الماسك فهنبدأ بقى ان احنا نشيله ونحطه على وشنا. يا جماعة ما تتخضوش من المنظر، صدقوني يعني الموضوع بيكون بعد شوية حاجة طبيعية. يعني دلوقتي هنعمل خطوتين مهمين جدا، اول خطوة ان احنا هنحط فازلين على شفايفنا كماسك مش كمرطب، هنحط كمية كبيرة ونسيبها فترة طول ما احنا قاعدين بالماسك اللي على وشنا ده، نسيب شفايفنا كده هتحسوا بعدها ان هي مترطبة جدا جدا جدا. دلوقتي بقى تيجي خطوة الجاد رول، هبدأ ان انا امشي كده بمساج خفيف لفوق، الموضوع ده بيحفز جدا الدورة الدموية في البشرة، كمان بيعزز الكولاجين، انتاج الكولاجين في البشرة، فدي حقيقي من الحاجات الجميلة جدا 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 والمحفزة لدموية البشرة بشكل غريب. يعني موضوع المساج ده احلى حاجة، والجدرول اللي من تحت دي بعمل بيها مساج كده تحت عيني، كمان بيعزز من امتصاص الماسك. هنستمر على الموضوع ده تلت ساعة مثلا، وبعد كده هرجع لكم بعد ما يكون الماسك نشف. بصوا خلاص انا استنيت اكتر من ربع ساعة والماسك قرب خلاص ان هو ينشف، بس انا خلاص بقى هشيله. انتوا مش متخيلين كمية الراحة اللي انا حاسة بيها بجد والنعومة. شايفين شايفين المادة اللي هو سايبها على الجلد؟ بجد الماسك ده جميل جدا جدا، بيفتح جدا الجلد وبيطري الجلد قوي وبيرطب جدا. فانا دلوقتي هسيبه كده، مش هغسله ومش هشيله ومش هحط حتى مرطب، لان هو مرطب ممتاز جدا. وكمان هسيب الفازلين اللي على الشفايف ده، هو قرب ينشف خلاص، بس انا برضو هسيبه كده زي ما هو وهنام زي ما انا كده. هغير بس كل الحاجة اللي هعملها، بس ان انا هزود كريم عين، احط حتة كريم كده تحت عيني صغنونة، ده كريم ايفا بي وايت الكريم بتاعي، وبنوزع الكريم بالصباع ده علشان بيكون خفيف جدا جدا على منطقة تحت العين، لان هي من المناطق الحساسة جدا جدا. بعد الروتين ده انا بصحى تاني يوم الصبح بغسل وشي بالمية بس، وحقيقي بلاقي بشرتي بتتنفس وبحس براحة شديدة جدا جدا. وبس كده، ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. يا ريت تنزلوا في الكومنتس تقولوا لي رأيكم في الروتين بتاعي كان ايه. انا حاولت ان انا اوريكم جزء كبير جدا من الحاجات اللي انا بعملها، واخدكم معايا في جلستي النهاردة. اي نعم الموضوع كان مرهق جدا عليا في ان انا اقوم اصور هنا واقوم اغسل في الحمام وارجع، والميه والمايك والحاجات اللي بصور بيها حقيقي كلها اتبهدلت. فقولوا لي رايكم في الكومنتس، وهل التجربه دي عجبتكم، محتاجين او حابين ان احنا نجربها تاني ولا لا. واكتبوا لي برده اي حاجه عايزيني اعملها لكم، او اي فلوج او روتين عايزيني ان انا اصوره لكم. وما تنسوش بس تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس واعملوا اكبر لايك للفيديو لو عجبكم. كان معاكم شروق، وان شاء الله اشوفكم فيديوهات جايه كتير. سلام.